بونجور السلام تو الموند ميزا ميزا ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اللي راه جديد في القناه مرحبا به. اليوم فيديو جديد سوف اشرح لكم كل خطوات التسجيل في القرعه العشوائيه الامريكيه لهذا العام مجانا بدون جواز السفر. هذا العام سوف تقومون بالتسجيل في القرعه العشوائيه بدون جواز السفر. فقط هنا سوف اترك لكم هذه الفيديوهات السابقه نشرتها في قناتي في اليوتيوب فارينس بلوكس. لديكم الفيديو الاول، فيديو ثاني، فيديو ثالث، فيديو رابع. نتمنى انكم استفدتم من جميع هذه الفيديوهات. اذا شروط التسجيل في القرعه العشوائيه لهذا العام 2022-2024، سوف تحتاجون فقط الى الصوره بالمواصفات المطلوبه. اذا المشاهده كامله للفيديو لمعرفه جميع تفاصيل موضوع اليوم. سابدا الشرح نظامي. هنا سوف ادخل الى متصفح جوجل، تكتبون دي في لوتري 2022، تخرج لكم هذه الصفحة، تختارون هذا الموقع الأول، الموقع الرسمي، تضغطون هنا، تخرج لكم صفحة الموقع كما تشاهدون هنا. هذا هو الموقع الرسمي للتسجيل والتقديم في القرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام 2022-2024. سأترك لكم الموقع الرسمي مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو لتقوموا بالتسجيل مباشرة منه. إذا هذه هي صفحة الموقع. هنا لدينا أمثلة على الصور المطلوبة للتسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. هنا لبداية التسجيل والتقديم سأضغط على Begin Entry. سأخرج لكم هذه الصفحة. هنا ملاحظة مهمة جدا، لديكم نصف ساعة 30 دقيقة من أجل ملء هذه الاستمارة. هنا تملأون هذه الكاباتشا لتبين للموقع أنكم لستم روبوت. سوف أملأ هذه الكاباتشا أو الكود جي كا كا سيس، ثم اضغط على سبميت. هنا تخرج لكم هذه الصفحة، تملؤون المعلومات الخاصة بكم. اولا لدينا last family name، وهنا اللقب، first name هنا الاسم، ميدل نام هنا في الجزائر او تونس او المغرب لا نملك ميدل نام. تضغطون على هذه الخانة now middle name. لدينا ثانيا الجنس، هنا تختارون نوع الجنس مثلا ذكر أو أنثى. لدينا ثالثا تاريخ الميلاد، لدينا تملؤون هنا الشهر، اليوم، السنة. رابعا لديكم المدينة التي ولدت فيها، مكان الولادة، تكتب مكان الولادة في هذه الخانة. خامسا بلد الذي ولدت فيه، تختارونه هنا في هذه الخانة. كل واحد منكم يختار البلد الذي ولد فيه، مثلا أنا أختار الجزائر، ألجيريا. لديكم سادسا باردون بلد الأهلية للبرنامج، هنا تتركون الخانة يس، لا تقومون بأي تغيير لأن معظم البلدان العربية مؤهلة لهذا البرنامج. سابعا الصورة، هنا تقومون بتحميل الصورة بالمعايير والمقاييس المطلوبة، خلفية بيضاء 600×600. هنا لشرح أكثر على شروط ومواصفات الصورة سأترك لكم رابط
فيديو سابق شرحت فيه هذا الموضوع بالتفصيل، الرابط ستجدونه مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا تضغطون على Shows New Photo لتحميل الصورة. ثامنا لديكم العنوان البريدي الخاص بكم. أولا الخانة الأولى A Optional معناه اختياري، هنا نترك هذه الخانة كما هي. لدينا B لادريس دين اون، هنا تملؤون العنوان الكامل. هنا لديكم C هنا Optional أيضا، هذه الخانة اختيارية pardon، نتركها هكذا. هنا D City المدينة، E هنا Province State الولاية، هنا Postal Code رمز البريدي، Country الدولة، أنا دائما الجزائر. هنا المدينة أو البلدة التي تعيش فيها حاليا، تختارون هنا أنا الجزائر وأنتم اختاروا المدينة التي تعيشون فيها حاليا. لدينا هنا رقم الهاتف Optional معناه اختياري. هنا لدينا الإيميل البريد الإلكتروني الخاص بكم، هنا يجب كتابة البريد الإلكتروني بروفيشنال، مثلا تكتبون الاسم اللقب 2022@gmail.com، وهنا تؤكدون البريد الإلكتروني الخاص بكم. هنا ملاحظة مهمة جدا، يجب كتابة البريد الإلكتروني بدون أخطاء، لأنه سيتم استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم لتزويدكم بالمعلومات الإضافية في حالة الفوز. هنا لدينا المستوى التعليمي، ما هو أعلى مستوى تعليمي حصلت عليه اليوم؟ لدينا هنا المدرسة الابتدائية، لديك ابتدائي مستوى ابتدائي، تختار Premier Schools Only. مثلا لديك مدرسة عالية لا درجة، ما زلت تدرس في الثانوية، تختار هيك سكول نو ديجري. هنا مثلا لديك شهادة الثانوية، كملت الثانوية، تختار هيك سكول ديجري. هنا لديك مثلا مدرسة مهنية، معك أي دبلوم، تختار vocational schools. هنا لديك مثلا بعض الكورسات الجامعية، ما زلت تدرس في الجامعة سواء السنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة، اختار some university courses. هنا لديك شهادة جامعية، كملت الدراسة، مثلا تحصلت على الليسانس، تختار university degree. هنا لديك بعض دورات مستوى الخريجين، هنا يقصد بعض الجامعة، تريد القيام مثلا بدبلومات معتمدة، تضغط هنا تختار some graded level courses. هنا لديك ماجستير الماستر، تختار ماسترز ديجري. هنا بعض من مستويات كورسس الدكتوراه، هنا كملت الماستر وأنت تدرس في الدكتوراه، تختار some doctorate level courses. هنا لديك الدكتوراه، تختار هذه الخانة doctorate degree. هنا يشرح لكم في حالة لا تملكون شهادة البكالوريا، هنا يجب أن يكون لديكم تكوين مهني لمدة عامين كعامل مهني، ويجب أن تكون الوظيفة التي تحصلت عليها أو الدبلوم الذي تحصلت عليه من بين الوظائف المطلوبة في هذا الموقع الرسمي كما تشاهدون هنا. سوف أترك لكم رب هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا لديكم وضعك العائلي الحالي، الحالة الاجتماعية، هنا إما أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل أو مطلق من الناحية القانونية، هذه خانة خاصة بالأوروبيين لا تعنينا هذه الخانة. هنا مثلا أختار أنا أعزب، أختار أعزب.
وهنا عدد الأطفال. أنا أعزب لست متزوج، إذا تكتبون هنا بالأرقام، مثلا أكتب هنا 0. ثم عند ملء جميع المعلومات وتكملة الاستمارة تضغطون على Continue. هنا سوف أملأ الاستمارة وسنلتقي بعد قليل. وهنا تخرج لكم هذه الصفحة مراجعة المعلومات التي ملأتها سابقا. هنا يجب التأكد بأن جميع المعلومات التي سوف تملؤونها في الاستمارة صحيحة قبل التقديم، والضغط على Submit سوف أتأكد من صحة هذه المعلومات. هذا فقط مثال لتفهم طريقة ملء هذه الاستمارة والتقديم في القرى العشوائية الأمريكية. أنا سجلت أعزب سيليباتير. هنا بعد التأكد من جميع المعلومات التي قمت بملئها في استمارة التسجيل والتقديم في القرعة العشوائية الأمريكية أضغط على Submit. هنا في حالة مثلا متزوج أضغط هنا في هذه الخانة، هنا أقوم باختيار بأنني متزوج، أختار الاختيار الثاني، وهنا مثلا لدي ولد واحد ابن، أضغط على Continue استمرار. هنا تخرج لكم بارتي 2، هنا تملؤون المعلومات الخاصة بالزوجة، بكم اللقب الاسم وتاريخ ميلاد الزوجة، لديكم الشهر اليوم والسنة، هنا في مال، هنا تكتبون مدينة الولادة، هنا مثلا في الجزائر، تملأون نفس المعلومات كما شرحتها سابقا. هنا تختارون صورة الزوجة، أنا أختار صورة هكذا فقط، أنتم اختاروا صورة الزوجة الصحيحة. أنا أختار صورة فقط من الشرح. هنا المعلومات الخاصة بالولد، لدينا اسم الولد، لقب الولد، تاريخ ميلاد الولد، هنا مال ذكر، هنا تختارون أيضا صورة هذا الولد أو الطفل بالمعايير المطلوبة أيضا، ثم تضغطون على Continue. هنا تخرج لكم هذه الصفحة، لدينا بارتي 1 بالنسبة لاستمارة الشخص العزب التي ملأتها سابقا، ولدينا بارتي 2 بالنسبة لاستمارة الزوجة التي ملأتها مع الولد. هنا تجدون جميع المعلومات، يجب التأكد منها بأنها صحيحة 100%. هنا المعلومات الخاصة بالزوجة، فهذا مثال فقط من أجل الفهم والشرح. أنتم املأوا دائما المعلومات الصحيحة الخاصة بكم. هنا المعلومات الخاصة بالولد. أخيرا عند التأكد بأن جميع المعلومات صحيحة 100% تضغطون على Submit من أجل التقديم في القرعة العشوائية لعام 2022-2024. بعد الانتهاء من التسجيل وملء استمارة التقديم في القرعة العشوائية، سوف تنسخ ورقة التسجيل فيها الكود Confirmation. سوف تحتاج هذا الكود من أجل الكشف عن نتيجة القرعة العشوائية الخاصة بك في تاريخ الإعلان عن نتائج القرعة العشوائية الأمريكية. هنا أيضا الإيميل يجب أن يكون صحيح، لأنه في حالة مثلا إذا قدر الله ضاع منك الكود Confirmation يمكنك استرجاع هذا الكود بواسطة الإيميل الخاص بك.
هنا أيضا سوف يتواصلون معك عبر الإيميل الخاص بك والذي قمت بالتسجيل به في القرعة العشوائية الأمريكية في حالة الفوز إن شاء الله، من أجل أن يرسل لك باقي المعلومات والخطوات الأخرى التي سوف تقوم بها بعد الفوز في القرعة العشوائية الأمريكية. إذن الإيميل مهم مهم جدا. هنا فيما يخص التسجيلات، يمكنك التسجيل لوحدك كأعزب سيليباتير، هنا أيضا يمكن للزوجة أن تسجل لوحدها لزيادة حظوظ الفوز في القرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام. هنا أيضا إذا كنت مثلا متزوج يمكنك إضافة الزوجة وزائد الأولاد، هنا الأولاد يجب أن يكونوا أقل من 21 سنة من أجل إضافتهم في الاستمارات التقديم والتسجيل. هنا أيضا العكس، يمكن للزوجة أن تسجل مع زوجها زائد الأولاد، أيضا هنا الأولاد يجب أن يكونوا أقل من 21 سنة من أجل إضافتهم في الاستمارة. هنا إذا كان الأولاد سنهم أكثر من 21 سنة يمكنهم التسجيل لوحدهم. هنا بالنسبة للمرأة المطلقة، هنا يمكنها التسجيل مع أولاد زوجها المطلق السابق، ولكن لا يمكن أن تضيف زوجها المطلق في استمارة التسجيل. هنا دائما فيما يخص الأطفال يجب أن يستوفوا الشروط، يجب أن يكونوا أقل من 21 سنة. وفيما يخص موضوع الصور، هنا الشخص العزب يجب أن يصور، هنا الشخص المتزوج يجب أن يصور، الزوجة يجب أن تصور، أيضا الأطفال أو الأولاد يجب أن يصور. فيما يخص مثلا التسجيل أولا أو التسجيل في منتصف مدة التسجيلات أو التسجيل أخيرا يعني الفوز 100%، فهذه قرعة عشوائية تعتمد على الحظ. فقط هنا يجب احترام مواعيد بداية التسجيل ونهاية التسجيل لكي لا تضيع الفرصة عليك. أخيرا أتمنى أنكم استفدتم من جميع هذه المعلومات فيما يخص القرعة العشوائية لهذا العام 2022-2024. إذن بون شونس أتوس، بالتوفيق للجميع، أتمنى أن تكونوا من بين الفائزين لهذا العام. إذن ميرسي، شكرا، لا بخشان فيديو إن شاء الله.